لنعود لساحه القران المجيد وقارئ ذو اسم مجيد لانه من اصحاب الاتقان وادائه الرشيد وحظه ايضا من الاسماء محمود وابوه عبد الحميد من ابناء القرين يعني غياب البلح المنجر بعيد يزيد اللي نادح يدينا من هذا التفاح ما ليس له في الوقت من مواليد يتفضل مشكورا القارئ الشيخ محمود عبد الحميد ابن مدينه القرين ونحن اليه شاكرين وعن شكره عاجزين يتفضل مشكورا. الله عليك. Oh, yeah.
محمود تحليق نحن أولياء
تفضل. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم وما
حبيبي.
نجيلك يا اخي تشغلين ومنا
من اصحاب الصوت الكروان